السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. اليوم ان شاء الله جاية عندي الوالدة، غادي ندير دجاج مقلي معمر بالشعرية الصينية والكفتة. خليكم معايا كيف كتشوفوا المقادير. عندي هنايا تقريبا درت 6 ديال البصلات مشلضين، عندي جوج ديال الدجاجات من بعد ما نقيتهم، عندي الفيرميسال من بعد ما سلقتها، عندي شوية ديال الخضرة القرعة، عندي خيزو، عندي بطاطا، عندي قشاوج ديال الدجاج، شوية ديال اللوبيا، عندي البيض ديال السمان، عندي الكفته، عندي شويه ديال الثومه وشويه ديال اللبد الحامض والحامض مقطع طروفه. وبالنسبه للعطريه عندي شويه الملحه، شويه البزار، عندي ضامه البنه ديال الزعفران، شويه ديال القعقله وبسيبيسه وسكينجبير، وطبيعه الحال عندي زيت روميه وزيت بلديه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال كلشي كيفاش غندير ليه. هنايا اول حاجه غادي ناخذ البرمه ديالي وغادي ندير فيها البصله من بعد ما فرشتها شويه بالزيت الروميه. خديت طبصيل غادي ندير فيه الزيت الروميه والزيت البلديه، وغادي ندير العطريه، نزيد واحد شويه الماء، نحاول انني ندير هاد ضامة البنة ديال الزعفران فرتتها، غادي ناخد الدجاج ديالي فكيف كتشوفو هنايا من بعد ما حليت ليه الصدر حليتو شوية باش تدخل فيه العطرية وتشرب. بسم الله غادي ندهنو بهاديك العطرية اللي ذكرت، نحاول ندخلها في هذوك الحلات اللي درت. انا حيت ما قدنيش الوقت هذه العمليه موالفه كنديرها بالليل، وكنبيت الدجاج داير شارب العطريه، غير دابا حيت ما كانش عندي دجاج يلا خديته، فضروري انني خاصني نديرو دابا. ما هي من الاحسن الا درتوه قبل ليله قبل. هنايا من بعد ما درت هذيك العطريه اللي شاطت ليا غادي نروي شويه بالماء ونديرها تقلى بين ما وجدت العمار ديال الدجاج. هنايا كيف كتشوفوا درت الماء يغلي وغادي نسلق الخضره، غادي نديرها كامله باش تسلق ليا باش يقضني الوقت حتى من بعد نفرقها. هنايا الطنجرة غادي نزيد فيها داك الثومة والحامض. هنايا كيف كتشوفو درت البيض ديال السمان يتسلق باش غادي نخدم به من بعد في التزيين. هنايا البصلة من بعد ما بدات كتقلى ليا غادي نزيد فيها واحد المعلقة صغيرة ديال السمن. هنايا كيف كتشوفو درت الكفتة باش كتقلى، وعاد غادي ندير معاها العطرية ديالها. هنايا من بعد ما تقلات ليا الكفته غادي نزيد فيها شويه ديال الملحه، غنزيد شويه ديال التحميره، وشويه البزار، غنزيد شويه ديال القزبر حبوب مطحون. وشويه سكينجبير صافي، وكنحركها تتقلى شويه وكنطفي عليها. هنايا خديت زلافه كبيره غادي نخوي فيها الفيرميسال ديالي. هاد الفيرميسال ما خاصش يكون فيها الماء، انا ديجا سلقتها قبل. غادي نزيد معاها داك الكفته اللي تقليت،
وغادي نزيد معها واحد الحامض بلا لب، غير هذا نقطعو طريفات صغيورين. صافي غادي نخلطها. من بعد ما خلطت الفيرميسال والكفته ديالي والعماره، غادي نبدا شويه بشويه غادي ندخل في الدجاجه. صراحه انا كنبغي نخدم بيدي هذا الشيء، كنحاول انني ندخلها مزيان في الدجاجه. حتى هاد الجنيبات ديال الفخاد حتى هما كندخل فيهم باش كتجي الدجاجه عامره وزوينه. هنايا من بعد ما عمرت الدجاج فانا كنحاول انني نربطو. بسم الله غنحاول نجمع ليها رجليها بحال هكا. كناخذ الخيط من بعد ما كندير لها رجليها في هذيك الجليده ديالها، فانا كنحاول ناخذ خيط ونحزمها بها باش ما كتفرتتش ليا في الطياب، باش كتبقى مجموعه وزوينه. هنايا كنحاول انني نديرهم على الصدر ديالهم يطيبوا. بسم الله كنديرهم مخالفين باش كيتقدني البلاصه. بهذه الطريقه هنايا خديت قطاعه، غادي نبدا نقطع هذيك الكبيده والكانصه ديال الدجاج باش ملي تقرب يطيب الدجاج غادي نرميهم فيها. هنايا كيف كتشوفوا خديت قطعه وغادي نبدا ندير في التزيين ديال هذوك البيض. اول حاجه غادي ناخذ هذا الفرماج كاري، كنحاول انني نقطعو شرائح هكا. وكنلويه
هنايا من بعد ما تسلقت لي الخضره غادي نحاول ندير الشرموله ديالها. غندير شويه ديال الحامض، غادي ندير زبر معدنوس، هنايا كيف كتشوفوا تحبس لي الفيديو. من بعد ما زدت قزبر ومعدنوس زدت جوج معالق ديال المايونيز وشويه الملح وشويه ديال البزار وبديت كنخلط. غادي خديت الطبسيل غادي نبدا ندير كل حاجه بوحدها باش نخلط. هنايا خديت الطبسيل باش غادي نصاوب الصلصه اللي غندهن بها الدجاج، خديت لا موطار غنزيد عليها شويه ديال صلصه الصوجا وغادي نخلط. وهذا هو الخليط اللي غادي ندهن به الدجاج من بعد ما يطيب وندخلو للفران. هنايا خديت كاسرونه صغيره درت فيها الزيتون يتسلق باش ملي نحيد الدجاج غادي نرميه فيها هو وقشاوج ديال الدجاج. هنايا من بعد ما حيدت الدجاج باش نديرو في الفران خديت المرقه ودرتها في طنجره صغيره وخويت عليها هذوك القشاوج ديال الدجاج وغادي نخليها طيب. هنايا خديت الطبق اللي غادي نقدم فيه غادي ندير فيه الخس، عفوا كي تحط هكا غادي نبدا نحط الخضره ديالي شويه بشويه. كتكون حاجه اونفاس مع حاجه. هنايا ملي كتغلى ليا الطنجره وكيتسلق ليا الزيتون كنديرو معاها. شوفوا الدجاج ديالي خرجتو وغادي ندهنو بهذيك لا موطار وصلصه الصوجا عاد غادي ندخلو الفران. وفي الحطه كنحاولوا اننا نبعدوهم على بعضياتهم باش يتحمروا من جميع الجوانب. كتشوفوا غادي نديرهم في الفران باش يطيبوا على وجههم من التحت ومن بعد غادي نطلعهم الفوق باش غادي يطيبوا. هنايا الدجاج طاب ليا تحمر غادي نهزو غادي نديرو في الطبق ديال التقديم. في الحطة دائما كيكونو مقلوبين. صافي وهكا كيتقدم. دابا من بعد ما حطيتهم غادي نبدا نزوقهم بهذا. وهكا كيتقدم. كيف كتشوفوا الواليده جات هذا هو الطبق اللي حطيت وحطيت الطابله وجدتها. مرحبا بك ماما. الله يبارك فيك. مرحبا بك بابا. بارك الله فيك. كيف كتشوفوا الطبله ديالي هكا تقدمات. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.